ليس نحن من تنازع عن الفساد. مرحبا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، مشاهدي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك. ها هي وزارة التربية والتعليم تشهد اضرابا اخر وتحركا اخر من قبل الاساتذه، وهذه المره من كل القطاعات التي تعمل في التعليم الرسمي. اذا هؤلاء التلامذه الذين لديهم امتحانات رسميه لم يدرسوا فصلا كاملا منذ بدايه العام الدراسي، وهذه المره كل الروابط وحتى الاساتذه المحسوبين على الأحزاب السياسية التابعة للسلطة يتحركون لأن الأمر لم يعد ينفع بالنسبة إلى التسويف أو إلى الانتظار. بدي أتحدث مع تلميذي موجودة هون عند تقديم رسمي. مرحبا، كيفك؟ العافية. الحمد لله، يعطيكم العافية. أنتوا عم تصيروا تشاركوا كمان مع الأساتذة؟ أكيد، كرمال حقوقنا وحقوقهم، يعني هن بالنهاية عندهم عيال ونحن بالنهاية عندنا تعليم ومستقبل. اليوم هل هناك أهالي كمان مشاركين؟ أكيد أكيد، الكل، كل حدا بهمه حقه هو اليوم قدام الوزارة تيطالب فيه. آخر مرة رجعتوا على المدرسة أي متى وكم ساعة درستوا؟ في أساتذة هلأ عم يبعتوا ورانا، يعني أنا هلأ بصفي في تلاميذ عم يعملوا امتحانهم بالصف، بس أكيد هن بيتحملوا مسؤولية اللي عم بصير كمان، لأنه بالنهاية نحن على شهادتنا ما حتنزل علامة مادة أو مادتين، فبحق لنا ندرس كل المواد وبنفس الوقت بحق للأساتذة يقبضوا. يعني هلا في مواد عم تندرس ومواد لا؟ كيف يعني في تشرذم بين الاساتذه يعني؟ مزبوط، يعني نحن هلا لانه القرار بفتح المدارس طبعا في اساتذه عم تروح، يعني نحن هلا بصفنا كتقديم سنوي وكل شيء في استاذين عم بيعلموا والحياه الطبيعيه. وباقي المواد ما في مقدربين، نحن واساتذتنا جوا. شكرا لك. ميريام من احدى الثانويات الرسميه. الآن هناك كلمات حقوقي بمعزل عن الأهل الذين يعيشون معنا القلق والخوف على مستقبل أبنائهم، بس عفوا، ولأنهم الشريك الحقيقي لنا في هذه المعركة أبوا إلا أن تكون لهم كلمة حق علها تصل إلى أصحاب القرار وتسهم بحل هذه المعضلة. كلمة أهالي التلامذة تلقيها السيدة نسرين برجاوي. بس لو سمحت فيني امرق حجي من بعد اذنك، بس من بعد اذنك. يا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الساده، ايها المناضلون، ايها الاحرار، من الام لبنان احييكم، من تردي الاوضاع التربويه، من اضطراب الاحوال التعليميه، من كل ازمه تمر بهذا الوطن الجريح. أتيناكم اليوم نستصرخ ضمائركم، أتيناكم أهلا وطلابا حاملين بذرة أمل لا تزال رغم كل الظروف تبرك في أنفسنا لعلكم تستفيقون من غيبوبتكم، وتلتفتوا إلى وضع التربية التي باتت تحتضر في لبنان. نعم، أتينا اليوم بكل قوة لنقف إلى جانب المعلمين ونطالب برفع الظلم عنهم وعن أبنائنا الذين باتوا فريسة للجهل والتسيب والانحراف. أولادنا في الشوارع يا معالي الوزير. نحن أولياء الأمور نعرف كم هو راتب الأستاذ السنوي، وهذا الراتب لا يكفيه طعاما وشرابا لأسبوع فقط. يا معالي الوزير، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. الحل بيدك معاليك، الحل بيدك معاليك، ولن نبقى مقطوفي الأيدي بعد الآن. يا قادة لبنان، يا أيها المسؤولون عن التربية وعن أبنائنا، نناشدكم اليوم بما تبقى لديكم من كرامة، ارفعوا الظلم عن المعلمين في بلدي، أعيدوهم، أعيدوهم وأولادنا إلى مدارسهم، إلى مكانهم الطبيعي الذي لا ينبغي أن يكونوا إلا فيه. عشتم أيها المناضلون الأحرار، وعاش ما بقي من التربية في لبنان. بس حابب أقول كلمة، إنه أنا كأم ما حدا يفكر ولا وزير تربية ولا حدا إنه نحن حنضغط على الأساتذة إنه يرجعوا يعلموا بدون ما ياخذوا حقوقهم. نحن مع الأساتذة، لأنه الأستاذ إذا ما أخذ حقه ما
لعلم أولادنا لا ماديا ولا نفسيا. برافو. يا أستاذ منيرة. ولأنهم أصحاب القضية في هذه المعركة مع فلذات أكبادنا طلابنا الذين نريد لهم أن يعيشوا بوطن حقيقي وأن يتعلموا كيف يدافعون عنه وعن حقوقهم، ونعاهدهم بأننا سنبقى صمام الأمان للحفاظ عليهم وعلى مستقبل المدرسة الرسمية. كلمة الطلاب تلقيها الطالبة نور ممرات. أول شيء بحب أقول لكم صباح الخير، أنا نورما من مدرسة فخر الدين. يعني بحب أقول اليوم أنه أنا مثل أي تلميذة طالبة بدها تشتغل على مستقبلها، أنا من حقي أروح على المدرسة وأتعلم، بس بعدت بالبيت كيف حأسس حياتي اللي بعد أصلا ما بلشت. طول هالأربعة أشهر وأنا عم فكر أنه مستقبلي كيف عم بضيع وكيف عم يبعد عني أكتر وأكتر بعد كل يوم. بس أنا مين بدي لوم؟ الأساتذة اللي حقوقهم أصلا مسروقة وما عم يقدروا ياخدوها من الفاسدين؟ مثل هالبلد ما قادرين يعيشوا، عندهم ولاد بدو يطعموهم بدو يكبروهم، كيف الأستاذ بدو يجي يعلمني إذا أصلا معاشه ما بيقدي أجر طريق؟ الوضع أبدا ما بعد يتحمل، ما في حدا من الحكومة عم يطلع يساعد أو يتحمل المسؤولية، وهنا تلاميذ التقديم ما عارفين شو يعملوا، يدرسوا ولا لا؟ وضعنا كثير صعب وكلنا تعبنا نفسيا، هلا بدنا حل سريع وعادي لإمام الجا كلنا. نحن فتنا مدارس رسمية على أساس إنه نحن تحت جناحهم حنكون مرتاحين وحنكون مأمنين، بس هينا كلنا ألوف التلاميذ قاعدين بالبيت، مستقبلنا كله عم بضيع، كلنا وقتنا عم بضيع، مستقبلنا بكره كيف أنا بس هيدا بس نتخرج، كيف حنفتخر ونقول نحن طلاب لبنان إذا كلنا قاعدين بين أربع حيطان؟ نحن شباب المستقبل وتلاميذ اليوم بدنا حقوقنا، وحقوقنا ما بنقدر ناخذها الا لتعطوا الاساتذه حقوقهم. شكرا. مع الطلاب بس بده يقدم يدير فكره على الفكره اللي قالتها الطالبه، فكره وحده. نحن بنتشكر كل الاهل وكل الطلاب اللي شاركوا معنا اليوم. بدي احب اوصل كلمه لوزير التربيه انه انت ما فيك تعمل امتحانات رسميه لناس وناس. نحن الطلاب الرسميين، المدرسه الرسميه عندنا حقوق، نحن مع الاساتذه كرامتنا من كرامتهم، هن اهلنا هن اهلنا. لانه التعليم الرسمي في كثير احرار، في معنى مجموعه احرار من التعليم الاساسي بعدهم مقاطعين التعليم وابوا الا انه كمان يوصلوا صوتهم. صباح الخير. في كثار حيسالوا انتم شو عم تعملوا هون؟ محل ما في نبض حريه، محل ما في نبض كرامه، نحن مضطرين نكون. هل كلمة قصيرة لو سمحتوا، هل تحتاج المطالبة بالحقوق إلى إذن؟ هل يحتاج رفع الظلم ورفض الذل إلى إذن؟ إذا تقاعس الوكيل عن القيام بواجبه وأساء حمل الأمانة هل يصمت الأصيل؟ أنا هنا اليوم لأطلق صرخة وجع يحاولون خنقها، أنا هنا اليوم لأقول باسمي وباسم أكثرية صامتة كفى. حتى لا نتوه في لعبة الكلمات سأتحدث بالأرقام. متوسط راتب معلم الملاك في التعليم الأساسي أي 3 معاشات هو 7,500,000 ليرة على صيرفة الحالية 120 دولار، أما بدل النقل فمرسومه وآليته لا زلاء أوهاماً. كذلك الأمر بالنسبة للحوافز المهينة تسمية، وقد شهدنا بأم العين آلية وصولها أو بالأحرى عدم وصولها. هل هذه 120 دولار تكفينا لشهر كامل وتؤمن مصاريف جميع عوائلنا من مأكل ومشرب وطبابة وأجار وفوقها الوصول إلى العمل مهما كان بعيدا؟ أما بالنسبة للمتعاقدين فالوضع أسوأ مما يمكن تخيله في ظل عدم قبض شهري. بالله عليكم قولوا لي كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن لهذا الظلم أن يخرسني؟ ألا يقال عجبت لمن لا يجد قوت يومه أن لا يخرج شاهرا سيفه؟ وسيفنا
كلمة حق في وجه حاكم جائر. فأي شرعة حقوق إنسان تمنعني من إعلاء الصوت وقول الآخ؟ أي شرعة عمل أو قانون عمل يسمح بوضعي تحت المساءلة في ظل كل ما تقدم؟ هل يستطيع من يسائلني أن يضع نفسه في نفس ظروفي ويتحمل هذا الظلم والقهر والإجحاف ويبقى صامتاً؟ إن أضعف الإيمان لمن لا زال للعدالة والحق إلى قلبه وعقله وصول أقول: إن لم تستطع أن تنصر الحق فلا تصفق للباطل. والسلام. سنكمل بالرد على قرارات اللا منطق ولا قانون مع الأستاذ فراس حريري برسائل موجهة. أيها الزملاء الأحرار، صناع الكرامة، هناك مسؤولون ملأوا جيوبهم بالمال، وهناك أساتذة وشعب أصبحوا فقراء. ماذا يعني ذلك؟ لقد بتنا اليوم أمام حقائق لا يغيرها كذب ولا خداع، ولا تلطفها مماطلة، ولا يخفيها ذر للرماد في العيون. ونحن كتربويين ما تعودنا إلا أن نفقع عين الظالم بكلمة الحق ولو كره الكارهون. يتهموننا بتعطيل الثانويات والمدارس والمعاهد، وبتهديد العام الدراسي والامتحانات الرسمية، وبأخذ طلابنا الأعزاء رهائنا من أجل مصالحنا. ونحن لا نطالب سوى ببديهيات أي وظيفة لائقة: الراتب العادل اللائق، والضمان الصحي للاستشفاء عند المرض. أما هم الساسة والمسؤولون وصناع السياسة والقرار، فلطالما عطلوا ويعطلون الحياة السياسية، يدوسون دستور البلاد في كل يوم، ويتخلفون عن واجباتهم في كل المسائل، ويرمون البلد في أتون فراغ المؤسسات، يأخذون الوطن والمواطنين رهائن لنزواتهم السلطوية ومغامراتهم التي لطالما هددت السلم الأهلي للوطن. ماذا يطلبون سوى الحكم والسلطة والنفوذ؟ نطلب لقمة العيش ويطلبون السلطة والنفوذ. نرفع صوتنا لحماية التعليم الرسمي من انحدار المستوى ومن مؤامرات الخصخصة والتعاقد الوظيفي، فيجيبنا المسؤولون بمشاريع تحويل الوظيفة العامة إلى مياومة لتصبح وجها آخر للفقر والعبودية. يقيمون محاكم التفتيش ليهددون بالطرد من وظائفنا، وظيفة حولوها عبء علينا، وبالخصم من رواتبنا التي لا تغني من جوع، وبإخراجنا من تعاونية موظفي الدولة التي لا تغطي كلفة دواء رخيص. نكتب أوجاعنا على صفحات العالم الافتراضي، فإذا بالجستابو التربوي يرسل التنبيهات والتأنيبات. ننزل للاعتصام، فإذا بهم يشعلون أسعار الوقود، فتصبح كلفة الوصول إلى الساحات مهمة شبه مستحيلة. لو البنزين أقل كان بتشوفوا آلاف الناس بعد أكثر. ماذا يريدون؟ لقد قال لهم سيدهم البنك الدولي أن يتخلصوا من القطاع العام، مش يرشقوا القطاع العام، يتخلصوا من القطاع العام. فبدأوا بتدمير التربية من أجل ترحيلنا قسرا من وظيفتنا، لكي يستفرد وحش المؤسسات الخاصة المملوكة من قبلهم بالطلاب والأهالي. فكما أن لا شبع ولا طبابة بعد اليوم إلا للمترفين، فكذلك
يقولون أن لا علم بعد اليوم للفقراء ومحدودي الدخل، وليبقى هؤلاء الفقراء وأبناؤهم في خدمة أولئك اللصوص وأبنائهم. ولكن نقول بصوتنا العالي، خسئتم طالما في الوطن أساتذة أحرار وأصحاب كرامة. التربية لنا ولطلابنا، والمدارس والمعاهد والثانويات لنا ولطلابنا، وأنتم وظلمكم إلى زوال. عشتم وعاش لبنان. الأستاذ جوني خاطر يحدثنا عن الموقع الوطني. أهلا وسهلا فيكم يا زملاء، بنحييكم فردا فردا. في سؤال نحن كل يوم نطرحه على حالنا، نحن ليش فتنا على التعليم الثانوي؟ مش لأنه هي المدرسة الرسمية، مش لأنه هي المدرسة الوطنية اللي بتخرج أجيال بتساهم ببناء الوطن، مش هي اللي بتعلم الفقير والغني وكل فئات المجتمع. يا زملاء، التعليم الرسمي بيضم نخب وقدرات وكفاءات كبيرة. كل أستاذ خضع لامتحانات مجلس خدمة، كل أستاذ خضع لدورات تدريبية خلت كل واحد منا هو بمثابة كنز معرفي كبير لطلابه ومكسب كبير لقطاع التعليمي. يا زملاء، نحن عنا حقوق ومطالب ومكتسبات أخذناها بفضل جهود ونضالات وتعب أساتذة نقابيين سابقين، ونحن لنا الشرف نكمل بهذا المسيرة ونحمل لواء وراية هالأساتذة اللي سبقونا ورح نكمل فيها. يا أساتذة، اللي عم بيصير اليوم هو ضرب للموقع الوظيفي ولحقوقنا، بداية مع مراسيم سلسلة الرتب والرواتب، وليس نهاية ببعض الاقتراحات المقيتة والخبيثة مثل بدل الإنتاجية لمرفوضة رفضا قاطعا، بالإضافة لعدم مساواتنا مع بقية زملائنا بالفئة الثالثة. وأخيرا متوجه للمسؤولين وبنقول لهم كفاكم ظلما وقهرا، كفاكم استهتارا بحقوق الأساتذة والقطاع التعليمي، فهذا القطاع الرسمي سيبقى هو عصب التربية في لبنان والعمود الفقري للقطاع العام في لبنان. عشتم بعاشة لبنان. يتمنى من الأساتذة اللي سحبوا دفاتر التحضير ودفاتر العلامات معهم يرفعوا لهم اياهم هون لحتى نشوف انه لا علامات ولا امتحانات الا لحتى نحقق كل المطالب وكل الحقوق. نحن مستمرين بالاعتصام. يعطيكم ألف عافية، ألف عافية لكل لبنان بكل مناطقه، لكل الأساتذة اللي تكبدوا التعب وتكبدوا المصاريف الإضافية اللي عم تفرضها علينا هيدي الدولة لحتى نحققونا. وإن شاء الله منلتقي نحن وياكم بنشاط نضالي آخر. يعطيكم ألف عافية، حطوهم بالأرض. إذن الأساتذة يرمون الدفاتر المتعلقة لثانوية عمود الرسمية. أنا جاي لهون مش بس حتى دافع عن القطاع التربوي، نحن في عنا أزمة اقتصادية صعبة، أنا جاي حتى دافع عن حقي وعن حق كل مواطن بلبنان. بدي أقول لوزير التربية حضرتك قاعدة تفهم بالحقوق وشرعة حقوق الإنسان. أنا من حقي أتعلم، أنا بنت عمري 17 سنة من حقي أني أسس حياتي. لك هالوطن دعانوا فينا لا قادرين نسون ترابه ولا هو قادر يحمينا، عم يسرقونا وعم ينعبونا نفس الكراسي والأسامة من الجوع رح يموتونا. حبيت اكتب كم كلمة وقولهم من شان ما بدي نقص منهم ولا حرف. بعتذر منك يا لبنان، ربينا نحلم فيك، برنا على أمل نتأملك، جربنا نوحد العقل بس طلعت صعبة. شو بدي أقول بكره لأجيال المستقبل كانوا عم يختلفوا على الطائفية، سني شيعي مسيحي، نحنا كلنا عيد وحدة. يا معالي وزير التربية، بدل ما كنت تطلع بيانات عن تأخير وتقديم الساعة كان فيك تطلع بمعلمينا شو مطالبهم. لك حكام هالبلد سرقوا منا كل شيء، حتى السعادة سرقوها، وأبسط حقوق الإنسان نهبوها ومستقبلنا ضاع. وآخر شيء بدي أقوله بالقوة، بدهم يحطموا هالبلد، مش فارقة معهم لا كبير ولا ولد، كلهم يعني كلهم وزير التربية أول واحد منهم. شكرا للإعلام، شكرا للقوى الأمنية اللي أمنت هذا الاستقرار الأمني. يعطيكم ألف عافية.
إذن رسالة شديدة اللهجة أخرى أطلقها المعلمون، وأطلقها هذه المرة معهم التلاميذ أمام وزارة التربية من دون أي رفة للوزير أي جفن أو أي من دون أن يرف لممثل لأحد ممثلي الوزارة أي جفن حتى هذه اللحظة. الانقسام اللي كان موجود بين الأساتذة المؤيدين للإضراب والأساتذة المعارضين له، هذا الانقسام أستطيع القول إنه انتهى اليوم. كل الأساتذة 80% من الأساتذة في الشارع، وتعليم بعض المواد دون أخرى لن يفيد ولن يؤدي إلى أن يجري الطلاب امتحاناتهم الرسمية. طبعا المسؤولية برأي أهل السلطة تقع على المعلمين، إلا أن المعلمين فعلا لا يستطيعون أن يكملوا يومهم فضلا عن شهرهم أو فصلهم الدراسي. إذن هؤلاء المعلمون أصبح راتب الواحد منهم أقل من $80. ثلاث رواتب للمعلم الواحد ما بتوصل $120. أما بالنسبة إلى وعود وزير التربية عن الحوافز وعن بدل النقل بالدولار، كل هذه الأمور لا تزال حتى هذه اللحظة في إطار الأوهام، لم يحقق منها شيء حتى هذه اللحظة. أود الإشارة أيضا إلى أن هناك أساتذة قبضوا بعضا من الدولارات، إلا أن أساتذة كثيرين آخرين لم يقبضوا شيئا في المدارس. حتى الاستنسابية طالت، وصلت إلى المدارس والثانويات الرسمية، هذه الاستنسابية وصلت في إعطاء بعض الأساتذة مبلغ $100 والآخرون لم يقبضوا. إذن اليوم أتوا من كل المناطق اللبنانية، من المناطق الحدودية في الجنوب والشمال وكسروان والمتن، كل المناطق اللبنانية تحرك، من كل المناطق اللبنانية تحرك الأساتذة هنا ليرفعوا الصوت مجددا. واللافت أدنى الأقطاب السياسيين يتناحرون على موضوع الاستحقاق الرئاسي، ولكنهم لا يعطون هذا الموضوع الأولوية المطلوبة. شهدين مبارك. الأساتذة والطلاب سيستمرون بهذه التحركات. حصلت محاولات عدة للإتيان بالتلاميذ، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل. نذكر بأن الأساتذة التابعين للروابط، وهي التي تمثل السلطة، لم يستطيعوا أيضا هم الصمود أمام عدم التحرك وعدم الإضراب، لأن ما ينالونه من أموال لا يكفي فعلا قوتا لأسبوع واحد، فضلا عن الحاجات الأخرى. نحن ما بنخوف، برفع توصية عبر أجهزة الأمن. إذن هذه هي الأجواء أمام وزارة التربية، أتوا من كل المناطق اللبنانية. وحتى هذه اللحظة المستغرب بأن الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، لا تعطي هذا الموضوع الأولوية المطلوبة، رغم أنه يشكل القنبلة الموقوتة لتفجير مستقبل التلاميذ وطلاب لبنان. أما الزملاء اللي بمواعيد الدراسة هلا، اللي يجبروا بالتهديدات، انا بعرف انه مش عم بيعلموا، انا بعرف انه مش مجبرين جوا، كلهم ما بقى تخافوا من درس المناطق، هودي مش اصحاب صفا، انتقدوا لكرامتكم ولحقوقكم، ما تخافوا من حدا يا زملاء. بالنسبة الى التهديدات فانها ايضا طالت المعلمين ب 45 الف ونزلوا
أن أصحاب القرار في المناطق التربوية سيتخذون القرارات اللازمة لفصلهم، إلا أن الأساتذة لم يستجيبوا لهذه التهديدات باعتبار أن راتب الأستاذ لا يصل إلى $5 باليوم الواحد، لا يصل إلى $5، بالعكس يصل يمكن إلى $1.5 لا $3 باليوم الواحد. هناك ملفات في وزارة التربية، هناك أساتذة يقبضون من صندوق الأهالي، وراتب هؤلاء الأساتذة قبضوه منذ كم يوم فقط، من أقل من أسبوع، وهو لم يتجاوز 1.5 مليون ليرة بعد 3 شهور. إذا نحن طبعا سنتابع معكم تحركات الأساتذة. هذا الملف الذي اتخذناه أولوية على منصتنا وعلى صفحتنا سنتابعه معكم في هذه اللحظات. ينهي الأساتذة والطلاب والأهالي هذا التحرك، وذلك لتحديد تاريخ التحرك المقبل. شكرا لكم ولمتابعتكم.